السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح تدتلتا حوم تقس نقدر نقول متقلب وغير مستقر مع بعض الأمطار الرعدية محليا تقدر تكون لباس بها تم بعد الولايات الشرقية، بينما الولايات الوسطى عبر صح في بعض الأحيان كثيفة خاصة الولايات شرق العاصمة بسبب المثال بجاية أيضا البويرة وتيزي وزو، بينما على الجنوب والغرب البلاد عموما الحال شباب الرياح في بعض الأحيان تقدر تكون قوية على الواحات. منطقة الصورة والجنوب الغربي كولاية تندوف تؤدي إلى تطير الرمال ورؤية ضعيفة. لكن نجوزوا لدرجة الحرارة خلال هذه الصبيحة هذه إن شاء الله. نبدأ بأقصى الجنوب لأنها تلحق حتى تقريبا 32 درجة على أقصى الجنوب خاصة عين أزوة وعين قزام، الهوغر والتصلي ما بين 23-24، على الصحراء الوسطى 29، شمال الصحراء الواحات ومنطقة الصورة ما بين 23 بالشرق إلى 24 في الواد وأيضا توغورت ومنطقة ورقلة 26، غردية 24، 22 بالغواط، 15 بالجلفة وأيضا منطقة تيارة باتنا باركة خنشلة سطيف بورزباريج البيض النعامة البيض سيد الشيخ، 18 بتلمسان، 19 بالعاصمة وهران و18 كل من بجاية جيجل سكيكدا عنابة والطرف. نجوزوا للملاحة والصيد البحري، البحر عموما شباب على طول الشريط الساحلي الرؤية ضعيفة، الرؤية متوسطة على كل حال في بعض الأحيان من 4 إلى 8 أميال بحرية كالعادة. نختم هذه النشرة الجوية بغروب الشمس يكون على 8.6 دقائق لهذا الثلاثاء 13 جوان 2023. نتلاقوا في النشرة القادمة من هذاك الوقت ربي يدير لها الطريق إن شاء الله.